معانا النهارده في حلقه خاصه كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ويمكن يعني خلينا نقول كمان اسطوره من اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره، كابتن محمد مصلحي او الشهير بكابتن ميدو مصلحي. طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، كابتن ميدو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبما اننا احنا طبعا في شهر رمضان خليني اقول لك كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. كل سنه وحضراتكم طيبين وجميع الاهلاويه بخير، ويا رب ان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين كابتن ميدو كابتن محمد مصلحي، دايما بنندهك بالاسم ده، بس فيك اسم بقى ايه جمهور نادي الاهلي ما يعرفوهوش، وهو اسم رامبو. رامبو بقى ليه بقى اسم رامبو؟ يعني احكي لي كده يا كابتن، ايه سبب في الاسم ده؟ يعني اما كنت بلعب كان لواء ممدوح البكري الله يمسيه بالخير، او يعني الله يرحمه، يعني كان هو اللي طلع عليا رامبو دي. اما كنت بلعب مني كنت بشمر التيشيرت شويه كده لغايه الكم كده كنت بشمره، فطلع عليا رامبو يعني. بس كان فيش اي سبب تاني للتسميه دي؟ بس ليه بقى كتير مش بيندهوك بالاسم ده يا كابتن؟ ده خلاص اتنسى يعني مع الايام اتنسى يعني. كان بس كان زمان. كان زمان. كابتن ميدو طبعا انا عارفه ان حضرتك بتحب لعبه كره القدم جدا، ويمكن اكتر لعبه بتحبها اكتر من الكره الطايره، يعني احكي لي كده طبعا بدايه حضرتك مع الكره الطايره، وليه ربنا يعني او ليه ما توفقتش في كره القدم؟ احكي لي قصه من البدايه كده من حضرتك كنت صغير لحد دلوقتي. طبعا انا ساكن في حي شعبي في شبرا، فكنت بحب العب جدا في الشارع كره قدم. الناس كلها كانت متوسمه فيها خير ان انا العب كره قدم يعني. وساعتها كان هاني اخويا هو اللي كان جه النادي الاهلي الاول، فكل شويه كان يقول لي تعالى العب معايا كره طايره. اقول له كره طايره ايه يا ابني اللي انت بتلعبها دي؟ انا بحب العب كره قدم يعني. لغايه لما جيت اختبرت في النادي الاهلي هنا وفشلت. فتاني يوم قلت له خلاص خدني بقى النادي الاهلي نلعب كره طايره. فلعبت كره طايره من ساعتها سنه 86 الكلام ده، ومن ساعتها لغايه دلوقتي الحمد لله ما سبتش النادي الاهلي. مفيش اي اختيارات تانية كانت قدام حضرتك يا كابتن؟ بص انا بكالوريوس تربيه رياضيه، يعني 4 سنين في تربيه رياضيه، كنت جميع يمكن معظم الالعاب اللي لعبتها كان معظم الدكاتره يقولوا لي تعالى العب اللعبه دي، خصوصا العاب القوه، وثب ثلاثي، هاندبول. اوكي، يعني جربت العاب قوه قبل ال احنا في طبيعه التربيه الرياضيه بيبقى بندرس معظم الالعاب او كل الالعاب يعني، فكل الاداء المهارات الحمد لله الواحد كان بيأديها كويس، كان الدكتور بتاع الماده يقول لي تعالى العب اللعبه دي يعني. بس انا طبعا حبي التمسكي بالكره الطايره يعني استمريت فيها يعني. مين يا كابتن اللي كان ليه فضل عليك في اللعبه دي، في لعبه كره الطايره؟ هاني اخويا هاني مصلحي هو الفضل الاول ان انا العب كره طايره في النادي الاهلي يعني. طبعا كان في تحدي كبير جدا ما بينك وما بين كابتن هاني مصلحي، انه او مش تحدي اللي هو يعني التحدي يعني اللي هو انتوا مثلا عايزين انتوا الاثنين تحققوا حاجه سوا مثلا في الكره الطايره، اكيد كنتوا دايما بتتكلموا في النقطه دي، يعني احكي لي ازاي ساعدتوا بعض على ان انتوا تحققوا ال. لا هو هاني يعني مش عايز اقول لك يعني لغايه دلوقتي هو سندي في باخد رايه في حاجات كتير جدا، دايما ورايا وفي ظهري هاني مصلحي يعني انا بحبه جدا، هو انا ماليش غيره يعني انا وهو بس في الاسره يعني، ما فيش غير انا وهو، فهو ظهري وسندي، بحب جدا اسمع نصايحه، هو الكبير ودايما لما كنا بنلعب مع بعض نروح مع بعض ونيجي مع بعض، لغايه لما انا اتجوزت الاول قبل منه، لغايه لما انا اتجوزت ولغايه دلوقتي الحمد لله يعني على اتصال دائم ومستمر، وهو بينصحني وساعات برضه هو بياخد رايي في حاجات كتير، الحمد لله يعني العلاقه بينا كويسه قوي قوي، وربنا يخليه لي يا رب يا رب يا كابتن. طبعا يعني